باستخدام أشعة الليزر فضية اللون تختفي رسوم الجرافيتي السوداء التي نقشها السياح على الجسر القديم في مدينة فلورنسا الإيطالية بهدف إعادة تنظيف المدينة. المبادرة التي يشارك فيها متطوعون من مختلف الفئات العمرية تعرف باسم ملائكة الجمال، وهي قائمة على أحدث تقنيات الليزر التي طورتها شركة ألين جروب الإيطالية. الليزر يزيل رسوم الجرافيتي من دون الحاق الضرر بالحجر، وإزالة بعض الرسوم قد تكون صعبة بسبب بعض الألوان مثل الفضي أو الأحمر، والأمر أيضا يعتمد على مسام الحجر وعمر الرسم. تقنية الليزر التي تنظف الجدران والتماثيل البرونزية هي الأولى من نوعها، وقد صممت خصيصا لإزالة رسوم الجرافيتي. المهمة ليست سهلة مهما كانت التقنية متطورة، حيث تستغرق عملية إزالة 10 سنتيمترات مربعة بواسطة جهاز الليزر الذي تبيعه الشركة بحوالي 70 ألف يورو قرابة 20 دقيقة كاملة. نظفنا 28 موقعا على الأقل من المواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو في المدينة. أشعة الليزر تستطيع أيضاً ترميم المعالم من دون إلحاق أي ضرر بها في مدينة عاش بها عمالقة في عالم الفن أمثال بوتيتشيلي ومايكل أنجلو.